مرحبا، معكم يورغو. رح نحكي اليوم عن أهم وأجمل أحداث حصلت بفيلم The Lion King، لأنه كتير مهم ناخد أحداثه بأبعاده الثقافية الاجتماعية والفلسفية، كمان نقدر نوصلها لأولادنا بالشكل الصحيح. صدقوني حياتنا مش بعيدة عن حياة أي بطل بأي فيلم منحضره منحبه منتفاعل مع أحداثه. الفيلم ببلش بالسان رايز، شروق الشمس، وهيك بيكون بلش نهار جديد ومغامرة جديدة. الحيوانات من مختلف الأنواع عم بيتوافدوا لمشاهدة ولادة البطل سيمبا، بطل على صخرة عالية بنص المملكة بمركز الاهتمام. هيدي الصخرة بتدل على التسلسل الهرمي، على السلطة والعداد. مثل ما شفتوا هيدا مشهد فني بامتياز، بيتناغم بشكل رائع مع الموسيقى، وهيدا المشهد بيحمسنا انه اللي جاي بيستحق المتابعة. واحدة من اهم الشخصيات الموجودة بهيدا الفيلم هو نوع من الطيور اسمه زازو. هو بيمثل عين الملك، هو اللي بيقدر يشوف المملكة كلها، هو اللي بيقدر يوصل الاخبار الحلوة والبشعة للملك. اذا منتبهين لعملة الدولار، من ورا موجود عليها هرم وموجود عليها عين من فوق. واحدة من تفسيراتها هي القدرة على رؤية المسافة البعيدة. كل شخصية موجودة بهذا الفيلم ممكن نخدها شخصية من شخصياتنا أو شخصية ناس حوالينا. مثلا شخصية الملك موفاسا، هو شخصية قوية وبيساعدنا أنه to think outside the box and to update ourselves، وأنه نسمع لكل الأمور اللي بتعجبنا واللي ما بتعجبنا. وهون بيكون الطير زازو عم يساعده بهذا الأمور. عكس شخصية سكار، خيو لموفاسا، اللي عنده غيرة وحب للسلطة، واللي خلته يقتل خيو ليستلم الحكم، حكم بالمملكة اللي حولها لمملكة يابسة بلا حياة والحيوانات فيها عم يموتوا من الجوع. واستغنى عن خدمات زازو لأنه ما بيهمه يعرف شي. والفكرة هون انه في كتير ناس حوالينا وبحياتنا عندهم غيرة وحب للسلطة وعندهم أنانية، ممكن يعملوا اي شيء ليحصلوا لمبتغيهم. قال له الملك موفاسا لابنه سيمبا، في ارض إلنا وارض مش لإلنا، وحذره من انه يروح على مملكة رح يتعرض فيها للخطر اذا راح عليها. وهيدي القصة بتذكرنا بقصة ادم وحواء، وقت الله بيقول لادم وحواء بما معناه انه هيدي الارض إلكن، بس من هيدي الشجرة ما تاكلوا منها. بكل فيلم لكل بطل له عدو، وهون العدو عم يلعب دور سكار اللي حكينا عنه قبل شوي، اللي بيستغل سذاجة وحشرية سيمبا كمان يشجع بطريقة غير مباشرة انه يروح على عيد المملكة اللي حذروا منها موفاسا انه يروح عليها، بنية انه يأذي حتى انه يتعرض للقتل وانه يموت كمان يستلم الحكم من بعده. واكيد سيمبا كسر كلمة بيو ورا على هيدي المملكة وبتعرض للخطر، واجا موفاسا وخلصه. وبتخطيط من سكار حضر لمقلب تاني اللي أدى لوفاة خيو موفاسا. وهون بيقنع سكار لسيمبا انه انت السبب بقتل بيك ولازم تغادر المملكة. رح اذكر كيفية تطور وشخصية سيمبا من الطفولة للمراهقة لمرحلة النضوج. بداية شفنا ولد ساذج مفعم بالحيوية والاندفاع، مفكر انه بيعرف كل شيء وقادر على كل شيء لانه ابن الملك. خلط بين امتيازاته وكفاءاته، اخذ الامور كلها تحصيل حاصل، واللي جعلته مغرور ببعض المواقف. قديش مارق بحياتكم عالم مثل هيك وهني مش اطفال؟ شفنا سيمبا غير قادر انه يدافع عن نفسه، شفنا سيمبا عم يكسر القوانين، وانتقاله للمراهقة بعد وفاة بيو وشعوره بالذنب وفقده شغفه وهدفه ليصير الملك. كم شخص بحياتكم بسبب أول فشل فقد الأمل لتحقيق هدفهم؟ رجعنا شفنا سيمبا ما بده يتحمل مسؤولية وعم يدور على اللذة، وأصدقائه جملتهم الشهيرة حكونا موتاتا، افعل ما تريد وغدا سوف يعتني بنفسه. It's our problem-free philosophy.
هاكونا ماتاتا. وهون سيمبا كمان كسر حكم المجتمع لحد ما التقى بالصدفة مع صديقة الطفولة نالا اللي عم تشجع يرجع للمملكة لأنه بسبب أنانية سكار حولها لمملكة يابسة. وقالت له ما تنسى مين أنت، أنت ابن الملك ولازم تتصرف على أساس هذا الشيء. وبلحظة سيلف ريفراكشن على البحيرة بيشوف صورة بيو، وهون الانتقال للنضوج واعترافه أنه في شيء غلط ولازم التغيير. هون انتقال لشخصية سيمبا، شخصية ناضجة، شخصية قوية واللي بده يحقق حلمه بأي ثمن ممكن. رجع استلم زمام الأمور والسيطر على الوضع وصار حاضر يدفع الثمن لاسترجاع المملكة وتحريرها من أيدي سكار. وبهالفترة خلقت قدرات ما كان سيمبا متوقع موجودة فيه، وهي بالحقيقة أنه مليان بالقدرات. وبعد عاصفة نار والفوضى وبدعم من رفقاته استرجع المملكة وحولها مثل ما كانت. مش غلط نوقف على هيدي الصخرة البرايد روك ونحلم ونروح على مكان مجهول النتائج، مكان معلوماتنا عنه قليلة، الأشخاص فيه رح يكونوا قاسيين علينا ورح يضحكوا علينا وعلى أحلامنا، ونرجع نوقف على هيدي الصخرة من جديد وكل العالم عم يتفرج علينا ونرجع نحلم من جديد. الفكرة من هيدا المشهد انه اوقات ما فينا نحمي اولادنا، بس لازم نحضرهم معنويا ونفسيا لمواجهة اي خطر، ولازم ندعمهم بالكفاءات والشجاعة، وتذكروا انه العالم مليان بالاخطار من جميع الانواع. فكروا بالفيلم بطريقة عن المراحل اللي قطع فيها سيمبا لتحقيق حلمه. هيدي الامور اللي صارت مع سيمبا ما صارت معكم انتو؟ بتمنى تشاركوني فيها بالكومنتس تحت الفيديو او ببرايفت مسج. Everything you see exists together in a delicate balance, while others search for what they can take. A true king searches for what he can give.